السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. هذه سلمكم الله قصة عجيبة سبحان الله، وهي قصة حقيقية يعني يخبرني فيها أحد الزملاء، يعني عن واحد هو من يعني عم أو نسيبه وكذا ضابط. طبعا الإخوة اللي يعملون في القطاع العسكري وكذا يعرفون أن النظام العسكر يعني عندهم استلامات، يعني استلام يعني مثلا العسكري يداوم 8 ساعات يعني من الصباح للظهر مثلا، ثم ينصرفون الموظفين وهو يبقى، اللي عند السلام يظل يعني 24 ساعة. هذا معلومة بديهية للعسكر، لكن أنا أشرح للي مو عسكر. يقول هذا الضابط: ليلة من الليالي أنا كنت مستلم، وعندنا غرفة فوق يعني فوق المركز مهيئة للنوم والجلوس وكذا، والإخوة تحت يعملون في استقبال الحالات وكذا. المهم يقول وأنا جالس فوق، يقول قاعد أتابع فيلم عربي من الأفلام العربية هذه، وأحداث الفيلم يقول الدور حول أنه مجموعة أشخاص قتلوا رجل كبير في السن، هو عمهم أو والدهم قتلوه، ثم راحوا يشتكون لمركز الشرطة يبلغون أنه فقدناه وحنا ما احنا لاقين وكذا، يسجلون بلاغ يعني عن أنه مفقود. يقول أنا تابع الفيلم ومنسجم يعني. دخلوا إلى مركز الشرطة وقالوا احنا نبلغ عن فقدنا الشايب حقنا والدنا وكذا، ما لقينا. قام قال لهم الضابط: من متى ما لقيتوه؟ من متى راح يعني اختفى عنكم؟ قالوا من الصباح يعني ساعات. قال لا، النظام يقول لازم اظن بعد اختفاء 24 ساعة او 72 ساعة بعد كذا يحق لكم تقديم بلاغ. يقول كان ينفعل واحد منهم اللي جاي يبلغون ذول، ينفعل انتوا ايه ما تحسون فينا وكذا، ممكن ترى انا احملك المسؤولية لو جرى له اي شيء. رفع صوته قال لا تكثر الكلام ولا شيء، بعد 72 ساعة أو قال 48 ساعة تعال سجل بلاغ، لا ترفع صوتك علينا. المهم حصل بينهم نقاش ومشى. المهم الأحداث جرت أحداث الفيلم وكذا وانتهى الفيلم، لكن يقول سبحان الله في نفس الليلة اللي شفت فيها الفيلم هذا أنا جالس فوق، يقول واللي اتصل علي العسكري تحت يقول في عندنا حالة ما كنت بأشرها. نزلت تحت ولقيت مجموعة أشخاص 3 و4 جايين يبلغون عن والدهم، يقول فقدناه أو قال عمه، المهم رجل كبير في السن عندهم، يقول حنا فقدناه وجايين نبلغ وكذا. يقول سألتهم أنا قلت من متى وكذا، فقالوا لي أنه من ساعات يعني من الصباح أو من العصر. قلت لهم لا يعني لازم يتم 72 ساعة أو 4، المهم في نظام معين سيستم معين. يقولوا ما طرى على بالي الفيلم نهائيا اللي فوق. قام واحد منهم يزاعق ويصارخ نفس طريقة الفيلم بالضبط: ايش النظام هذا؟ وايش كذا؟ انتم ما تحسين فينا، وانتم ما ادري ايش، وانا احملك المسؤولية. يقول سبحان الله ويدقني قلبي وتذكر الفيلم اللي فوق. قلت المهم بعد 72 ساعة يحق لكم تسجيل البلاغ، الان ما يحق خلاص، اذا استمر غيابه المدة هذه تعالوا سجلوا البلاغ واحنا نخدمكم ان شاء الله. وبعد ما راحوا يقول نبهت على الزملاء الموجودين، قلت إذا حضروا هؤلاء مرة أخرى ما حد يستلم القضية إلا أنا، ماشي؟ قالوا ماشي. وبالفعل مرة 72 ساعة أو 48 ساعة، المهم المدة المحددة، وجو وسجلوا بلاغ على أن فقدناه وكذا. يقول فاستلمت القضية أنا، وأنا عندي شبه يقين أن الموضوع هذا فيه جريمة جنائية، جريمة قتل، وأن هذول وراء الموضوع ذا كله. يقول فقط يعني أحقق معهم كل واحد على جنب وكذا، وحصلت يعني في اختلاف في أقوالهم كذا، فيه طبعا هم عندهم أساليب في التحقيقات وكذا، الله يقويهم ويجزاهم الخير. يقول سبحان الله بعد كذا انتقلت إلى 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 منزلهم، قلت خلينا نشوف منزل الشايب وعاين الموقع وأشوف يعني متى آخر مرة لقيتوه متى ما كذا. يقولوا وكان أيامها برد، الجو كان بارد، استقبلوني في خيمة لهم في الحوش يعني فيها مشب وكذا. بعد ما عاينا البيت وقمت عاينت وطلعت وشفت وكذا، دخلنا الخيمة هذه، والخيمة طبعا فيها المشب، فيها النار شغالة. يقول وأنا أثناء التحقيقات معهم كذا والكلام أحاول أسارقهم النظر وأتمشى في الخيمة أروح وأجي وكل شوية أسارقهم النظر. يقول لاحظت كل ما اقتربت من المشب حق النار هذا يجيهم زي التوتر كذا ويطلعوا في بعض، وإذا بعدت عنه
اجدهم كذا يتنفسون الصعداء ويرتاحون. طبعا هذا يعني ملكه عند المحققين. يقول واخذت اكرر الحركه اكثر من مره، اقرب من النار واسارقهم النظر اشوفهم يتوترون، واذا بعدت اشوفهم يرتاحون. قمت شكيت وجلست جنب النار واخذت الصيخ هذا ما ادري يسمونه اللي يقلبون بالجمر ذا. يقول وجلست عند النار واسارقهم النظر، يقول يعني تملكهم الرعب ويطالعون في بعض وكذا. وقعدت اقلب الجمر، يقول وطالع، اثناء ما اقلب الجمر اطالع ولا في شيء زي الاظفر. سبحان الله. طلعت كذا، سحبت على جنب كذا الين كذا طلعت برا النار، وطالع ولا والله اظفر انسان. طبعا بعد كذا امر الفرقه اللي معه انهم يحفرون في المنطقه هذه، وحفروا بالفعل، وجدوا الجثه يعني قد قتلوها وقطعوها ودفنوها في هذا تحت النار. فسبحان الله، يعني سبحان الله، ما يجري في ملكوت الله امر الا بامر الله وتقدير الله. قدر الله ان يرى هذا الفيلم هذا الشخص في هذه التوقيت، ويجون ونفس الاحداث الدور حتى ينصر الله ذلك الرجل الذي قتل. وهذا القصة سبحان الله أنا أشوفها يعني والله من العجب، من عجائب تدبير الله عز وجل أن يسلط الله على هؤلاء بشيء ما كان يطري لهم على بال. وفي الختام أسأل الله أن يحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.